بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد حق علينا نعمه البركه الان وكل اخوان وكل ظهر الدور كلها امين. اليوم نحتفل بعيد سيدي من الاعياد السيديه الصغرى وهو عيد عرس قانا الجليل. لماذا كان هذا اليوم عيدا؟ ليه؟ اشمعنى المعجزة ديت المناسبة دي اختيرت لتكون عيد سيدي؟ لها معاني كثيرة مرتبطة بخلاصنا، هذه المعجزة وهذا العمل تم بعد المعمودية مباشرة، عماد مخلصنا ربنا يسوع المسيح له المجد، نال سر العماد، لم يكن عن احتياج لينال أي نعمة جديدة، ولكن كنائبا عن البشرية معلنا قبول الروح القدس، ننال نعمة الروح القدس والولادة الجديدة للطبيعة البشرية. وصار هو آدم الثاني ربنا لما خلق آدم، خلق الأول وبعد كده خلق حواء. فكان العرس يلي المعمودية على طول، هذه المعجزة تمت في قانا الجليل ولكن لم تتم في اليهودية. يقول جاء لخصتي وخصته لم تقبله، أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أبناء الله. والجليل يشير للأمم المنبوذة والمرفوضة، فجاء المسيح آدم الثاني ليقترن بالكنيسة مرة أخرى بعد أن كانت مفصولة ومرزولة، فصار له اقتران جديد بالكنيسة، لأن دايما المسيح يشبه بالعريس والكنيسة بالعروس. فالأمم الذين كانوا مرفوضين صاروا مقبولين، وصار اقتران جديد بيهم. اللي قبلوه من اليهود والأمم أيضا، فعشان كده كان بحكمته أن تتم هذه المعجزة في قانا الجليل لما لها من مغزى. حواء الأولى هي التي جلبت الحزن للبشرية، فهنا كان في دور للست العذراء لتشير بحواء الجديدة. فراحت قالت له ليس لهم خمر، والخمر يشير إلى الفرح. لما البشرية أخطأت في آدم فقدت فرحها، وكان بسبب حواء. فهنا الست العذراء ربنا بيصحح وبيرد اعتبار للمرأة وللبشرية، فكان بواسطة المرأة أيضا جلب الفرح، لأن الخمر يشير
إلى الفرح. مش كده وبس، لا ده صار هو الفرح الحقيقي الأصيل. الخمر يشير للفرح، فالخمر فرح إن أفراح هذا العالم تزول. عشان كده يعني بيقول له إيه الرئيس المنتدى، إنه أبقى الخمر الجيدة للآخر اللي هو الفرح الحقيقي بربنا يسوع المسيح. والجميل إن الفرح دوت اللي هو بتشير له الخمر تحول من الماء. إحنا بننال المعمودية من الماء والروح، ولكن كان فيه 6 أبرار ماء يقول الكتاب. كعادة حسب تطهير اليهود كان الماء هنا للتطهير، فربنا حول ماء التطهير لخمر، والخمر ده برضو بيرمي الإشارة إنه زي ما حول الماء لخمر يقدر يحول الخمر لدمه الكريم اللي به بننال التطهير الكامل من الخطايا. كان الميه يا دوب تغسل الجسد، لكن زي ما بيقول القديس يوحنا، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه. فاصبح التطهير هو بدم المسيح الذي يجلب لنا الفرح الحقيقي. معاني كثيرة جميلة. كعادة القديس يوحنا الإنجيل الرسول الحبيب يجيب لنا الحاجات المتميزة اللي ليها معاني عميقة لاهوتية ربنا خصه بإعلان مثل هذه الأمور. وعشان كده كان من حكمة آباء الكنيسة أن يرتبوا أن تكون هذه المعجزة عيد سيدي الصغير يلي مباشرة عيد الغطاس. لما لها من معاني جميلة بسيطة زي ما ذكرناها، وصار فرح للبشرية لا ينزع منها. ما يبدو ليس لهم خمر فحول الماء إلى خمر، زي ما بيقول أراكم فتفرح نفوسكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. نحن نشكر الله الذي أعطانا الخلاص بدمه الكريم وارتبط بينا نحن المرفوضين، وصار لنا فرحا وصار لنا خلاصا. وصارت السيدة العذراء أمنا، أما للبشرية كلها، بقت مصدر لجلب الفرح، بقت فخر البشرية. وهنا ردت اعتبار حواء، كانت المرأة دايما يوجه لها الاتهام إنها هي اللي جلبت الحزن، فالسيدة العذراء صارت حواء الجديدة جلبت الفرح. هذا الفرح بنناله بالمعمودية وبدم المسيح المسلوب على الصليب، وبالاستمرار من تناوله وشربه لأنه لا يفرغ. صار فرحا لا ينتهي ولا يفرغ،
دوق الفرح بتاع العالم انفردت القمر من عندهم، لكنه فرح مستمر ومتجدد، فعشان كده يليق بنا أن نحتفل بيه ونفرح، وتكون أيامنا مع ربنا يسوع المسيح كلها فرح وسلام. وصارت الكنيسة أم ولود اللي ربنا اقترن بيها، وبدأت تطلع قديسين. شوف التسلسل، آدم ربنا جاب له حواء، وصار فيه أولاد روحيين، عشان كده نلاقي أبناء جسديين. شوفوا النهارده كم قديس وقديسة بنحتفل بيهم، واحدة زي القديسة دميانة، الشابة الصغيرة الجميلة الأميرة اللي بفرحها بالمسيح تسهد العالم كله بما فيه، وتعيش في هذه الحياة النقية، بل مش مجرد انها تعيش البتولية وبس، لا، ده ممكن تستشهد من اجل اسم المسيح ايضا. كل هذه الثمار ما كانش ممكن تحصل بدون خلاص المسيح وارتباط البشرية بيه او الكنيسة بيه، ويصبح لنا ثمار روحية على المستوى الروحي. وحتى الأبناء البشر اللي بيتولدوا بالجسد بيصيروا أبناء ليه بالمعمودية، ويكون لهم الفرح الدائم. نشكره لأن له المجد الدائم إلى الأبد، آمين.